السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وخير. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين كده كريب الكيتو بأبسط المكونات، بسيطة جدا. هيكون معايا بيضة واحدة، معلقة من قشور السليم أو بذور القاطونة أو الاسبغول، ورشة ملح، هحتاج معلقة من زيت الزيتون، ومعلقة من خل التفاح او الخل الابيض العادي جدا. بسيطة جدا الكريب دوت، ممكن نعمله حلو وممكن نعمله حادق. ونشوف دلوقتي مع بعض مكوناته زي ما احنا شايفين بسيطة قد ايه. لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على اول او كل، واللايك حبايبي والتعليق الحلو ربنا يخليكم ليا يا رب. يلا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. هنجيب اول حاجة البيضة، زي ما احنا شايفين هبتدي اضيف على البيض رشه ملح، سريع جدا، وحشيه بحشوات اللي انت حباها بالشكل ده، واقلبه. وابتدي انزل بمعلقه صغيره من الخل. الخل حلو جدا مع البيض لانه بيضيع زفره البيض خالص وما بيبانش طعم البيض. هنزل بمعلقه زيت زيتون، اخلط كويس المكونات زي ما احنا شايفين، واخر حاجه معلقه من قشور السليم، معلقه كبيره. وبكده نكون جاهز معانا احلى كريم. اقلب كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يلا بينا نجهزه مع بعض. هنا بقى يفضل بس ان انا اسيبه حوالي دقيقتين، بس دقيقتين مش اكتر من كده، ونبتدي عشان زي ما احنا عارفين ان قشور السليم بتتشرب بالسوائل لان هي كلها الياف. فزي ما احنا شايفين بصوا، يعني يا دوبك عقبال ما بقلب اكتر واكتر، عشان زي ما احنا شايفين بصوا احس ان الخليط معايا تقل شويه اهو، شايفين بالشكل ده. ونبدا مع بعض دلوقتي على طاسه على النار، ويفضل طبعا ان هي تكون طاسه غير لاصقه، وحدينا بس بحاجه بسيطه كده زي ما احنا شايفين من الزبده او زيت الزيتون، عشان ابتدي انزل بالخليط عشان اعمل احلى كريب. زي ما احنا شايفين بصوا بالشكل ده، وانا ببتدي افرده. شايفين تقل ازاي شكل الكريب؟ تقل ازاي اهو، بحاول افرده، اوطي النار خالص عشان افرده الاول، وبعدين هنعلي النار بالشكل ده. ببتدي اساوي كده لحد ما يتفرد معايا الكريب خالص. كل ده النار واطيه هادية خالص عشان اخليه رفيع ويبقى معايا حلو بالشكل ده. احاول افرد لحد ما املى الطاسة. طبعا نستخدم طاسة صغيرة عشان يكون معايا سمكه كويس. لو انت عايز تعملي واحدة كاملة يبقى هتعملي في طاسة كبيرة. زي ما احنا شايفين بصوا ابتديت افرده زي ما انتوا شايفين كده، وهعلي النار حاجة بسيطة. شايفين ابتدى معايا، شايفين اهو، بس مش هقلبه خالص لحد ما هو يبتدي احس من الاجناب ان هو بصوا هو ابتدى اهو يتخلع، او يعني يسيب الطاسة ما يبقاش لازق، بس مش هقلبه خالص دلوقتي. ويبتدي شايفين يعمل زي فقاعات كده، هسيبه على نار متوسطة. هنا النار متوسطة لكن اول ما بحطه بتكون النار هادية جدا. تمام، هسيبه شويه كده ونبتدي نقلبه مع بعض. زي ما احنا شايفين بصوا ساب الطاسه ازاي خالص اهو، هبتدي اقلبه. شايفين ولونه جميل جدا وحلو جدا. الناحيه التانية بقى مش هسيبه كتير عشان ما ينشفش مني، واقدر لو عايزه الف رول احشيه شاورما، احشيه اجبان، احشيه اللي انا عايزاه. شايفين بالشكل ده، يا دوبك حاجه بسيطه بس من الجنب دوت، وابتدي اقلبه. زي ما احنا شايفين اهو من الجنبين هبتدي اشيله، وفي نفس الطاسه من غير ما احط اي زيت ولا سمن ولا اي حاجه هبتدي انزل كميه تانية. شايفين تقل ازاي؟ عايزه اوريكم بصوا، بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي. وابتدي بردك بالمعلقه افرده خالص، نار واطيه بس خالص عشان اقدر افرده في الطاسه. بصوا اهو بالشكل ده، افضل ايه افرد كده 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 لحد اوطي النار عشان يتفرد معايا، واحاول اعمله على شكل حجم الطاسه.
بالشكل ده. يا ريت لو اقدر كمان ان انا ارفعه من على النار شويه لحد ما اشكل شكل الطاسه زي ما احنا شايفين. شايفين فردته ازاي اهو، وارجع تاني احطه على النار وعلي بقى النار شويه وسط برده لحد ما يبتدي يلون معايا. واول ما ابص الاقيه، بصوا هو لازق ازاي، اول ما ابص الاقيه، طبعا عارفه بتكلم كتير بس انا عشان اوضح لكم الفكره، اول ما احس ان هو بصوا من الاجناب يبتدي يسيب كده تمام، اسيبه شويه لحد ما هو خالص هيسيب الطاسه، وبعد كده هقلبه على الجنب التاني. هبتدي اقلبه على الجنب التاني، بصوا شايفين ياخد حاجه بسيطه، وكده نكون خلصنا مع بعض احلى كريب. زي ما احنا شايفين حبايبي ادي شكل الكريب. الكريب دوت ممكن يكون حادق او حلو، احشيه بقى حشوات زي ما انت حابه، ممكن ان تحشيه شاورما، ممكن تحشيه بسطرمه زي ما هحشيه جبنه تركي، ممكن تحشيه شوكولاته دارك مثلا اللي هي لندد بتعمليها وتحطي عليها حته كريمه تبقى حلوه جدا، يعني براحتك خالص. زي ما هوريكم انا هحشيها دلوقتي، انا هاخد واحده كده اهي، بصوا عايزه اوريكم طري قد ايه، بصوا وحلو جدا. هبتدي اخد واحده كده اهي، وهاخد خس. عايزه تكبري بقى وتعمليها كريبه كبيره يبقى هتعملي في طاسه اكبر، الكميه ديت هتديكي واحده، لكن ديت اعطيتك اتنين اهي. وابتدي اضيف قليل من شريحه البسطرمه وجبنه رومي او جبنه تركي او جبنه شيدر اللي متوفر عندك براحتك خالص اهي بالشكل ده. الحشوات دي بقى براحتك خالص. بصوا عايزه اوريكم بيتلف معانا ازاي اهو، شايفين عشان بس امسكه، تيجي ايه اضغط عليه كده اهو، ما نخافش خالص اهو، وامسكه خله بس كده عشان اقدر ان انا امسكه يكون معاكي احلى كريب. ممكن كمان احشيه بايه، ممكن احشيه عندي دوت زعتر وعليه نسبة من الكمون، هبتدي اضيف عليه زيت زيتون زي اللي هي المنقوشة كده اهي، هقلبها هبتدي اقلبها برضك، دي بتبقى طعمها حلو جدا اهي زي ما احنا شايفين كده. وهجيب الكريب اهو، بصوا من تحت ومن فوق تحفة تحفة، جربوه ومفهوش ولا محتاجين دي لوز ولا دي جوز هند ولا اي تكلفة خالص، هي يكون عندك قشور السيليوم والبيض طبعا ده يعني معانا على طول اهي. تيجي انزل كده واحشيها زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهجيب معاها بقى معلقه جبنه كريمي، اي جبنه كريمي هتبقى حلوه قوي بردك، وده كده احطها عليها واكلها تبقى احلى كريب او احلى. ممكن بستخدمه كمان كخبز حلو جدا زي ما انتم شايفين وطري جدا. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، جربوه واكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله. ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس واللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد والتعليق الحلو، واشوفكم بالف خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.